يلعب شباب مملكة البحرين دورا استراتيجيا وهاما للمساهمة في المشاركة الفعلية ووضع بصمتهم في إنجاح العملية الديمقراطية، هذا ما أكد عليه معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة خلال رسائل شخصية أرسلها إلى جميع شباب البحرين الذين يقبلون على المشاركة والتصويت لأول مرة، وهو ما ترك أثرا كبيرا في نفوس الشباب. شباب البحرين، حيث العزيمة والإصرار على النماء والارتقاء هدف يسعون إليه بجد واجتهاد وعطاء لا ينضب، باتوا الركيزة الأولى التي ستحمل لواء مسيرة العطاء والازدهار التي تنعم بها مملكة البحرين والتي يبرهنون عليها خلال مشاركاتهم السياسية الواعية والمستمرة. الانتخابات هي ركيزة الأساس في تطوير المسار الديمقراطي، فمشاركة الفئة الشبابية راح تنمو الإرادة الشعبية وفي نفس الوقت راح تساهم في تطوير نمو الحياة البرلمانية، فدورنا كشباب راح نكون نقدر نحن نلبي الواجب وراح نوصل صوتنا بإذن الله. وأنا يعني بالفعل بعد انتظار 4 تجارب برلمانية سابقة إن شاء الله سوف تكون هذه باكورة مشاركتي في هذه الانتخابات، وإن شاء الله يعني يكون للشباب كذلك دور في الإقبال على هذه الانتخابات حتى يكون للشباب يعني في المستقبل القادم حضور أكثر في هذه الانتخابات ويكون البرلمان شبابي ومفعم بالحيوية والإبداع. أنا كوني كشاب بحريني أول مرة أشارك في هذه الانتخابات، أحاول أني أؤثر بصوتي وأختار النائب الكف حق أؤثر حق مستقبل بحرين إن شاء الله نصنعه بأفضل ما يكون. اللي لاحظته في انتخابات هذه السنة بأن هناك وجوه شابة جديدة تدخل على المجلس، هذا الشيء أعتقد أنه هو مؤشر إيجابي للحركة البرلمانية في البحرين. وجود هذه التنوع الشباب وأيضا أصحاب الخبرة راح يحقق هذه التكامل في المجلس، ودورنا إحنا اليوم كطلبة ثقافتنا بعلمنا أن إحنا نختار الشخص الأكفأ ونوصله حتى يعبر عن رأينا، يعبر عن مشاكلنا وكل ما تحتاج البحرين من تطوير وازدهار. روح معنوية عالية بعثتها رسالة معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، والتي تركت الأثر الكبير في نفوس شباب البحرين الذين يقبلون على ممارسة حقهم في الانتخاب لأول مرة في هذا العرس الديمقراطي الذي تشهده البلاد. أكيد شفنا رسالة اللي وصلت من معالي وزير العدل ودورها كبير جدا خصوصا على شريحة الشباب، نشوف مثل هذه الرسالة تعطي دافع أكثر لنا كأنها يعني أو هذه البادرة جات برؤية جدا مميزة تخلي الناس أكثر وتخلي الشباب تحديدا أن يبادرون ويروحون يشاركون في هذه المهمة الوطنية، خلينا نسميها الانتخابات الوطنية. سمعنا من إحنا صغار وتعلمنا في المدارس عن دور المواطن البحريني في تلبية نداء الوطن، واليوم صار أنه واجب وطني علينا أن نصوت في الانتخابات في 2018، هذه أول سنة لنا كشباب بحرينيين نصوت. جدا سعيدة لكوني هاي أول مرة بإذن الله راح أشارك في الانتخابات لهاي العام، هاي أبسط شيء ممكن أن نقدمه تماشيا مع الخطة الإصلاحية لجلالة الملك، والمسؤولية اللي تقع على عاتقنا إحنا كشباب بأن إحنا نختار الشخص الأكفأ اللي مثلنا تحت قبة البرلمان. أسعى أن جميع الطلبة وجميع المشاركين لأول مرة أنهم ينتقون اختياراتهم ويختارون الأكفأ، طبعا لأن هاي الشيء بيرفع البحرين، ولأن المجلس النيابي هو المجلس اللي يوصل صوت الشعب، فاختياراتنا لازم تكون الأفضل. شباب مملكة البحرين رجالات المستقبل وأعمدة النماء والارتقاء التي تعول عليها المملكة للاستمرار في مسيرة نجاحاتها الديمقراطية نحو آفاق أرحب تسطر ملامحها طموحات الشباب الواعدة بدعم ورعاية وطنية واسعة وإيمان تام بقيمة الشباب ودورهم الفاعل في كافة المجالات. تبقى فئة الشباب هي العمود الفقري والركيزة الأهم لتحقيق تطلعات مملكة البحرين واستشراف ملامح النجاح في مستقبلها، وذلك لما تتمتع به هذه الفئة من اتساع في المدارك على مختلف الأصعدة ووعي كبير يعززه الاهتمام الحكومي الكبير بهذه الفئة الوطنية. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.